طيب ده يقودني الى سؤال اخر عن نادي الزمالك. شايف اداء نادي الزمالك ازاي في النسخه دي من الدوري؟ بص، نادي الزمالك طبعا دخل في عدم قيد، وفي لعيبه اصابات كتير، وفي مشاكل، وفي مجلس بيمشي، في حاجه الكلام ده. لكن الزمالك ما عندوش استقرار اداريا يعني. لكن بعد ما جه جوميز عمل استقرار فني، وبدا يلعب لعيبه كويسه قوي، وبدا يطلع لعيبه صغيرين من ناشئين. الماتش اللي فات ملعب ست لعيبه او سبع لعيبه ما لعبوش مع بعض، منهم ثلاث لعيبه ناشئين. ده انت خلاص، انت بعدت على الدوري يا اسنان، انت بعدت على الدوري. فخلاص انا بعمل ايه؟ انا بعمل للموسم الجديد. ممكن القيد ما يفتحش، فبالتالي انا عندي مجموعه لعيبه هقدر العب عليها، خصوصا ان هو دلوقتي بقى في لينك بينه وبين قطاع الناشئين، ان انا اي لعيب كويس انا عاوز اشوفه عشان اطلع لعيبه. النادي الزمالك ماتش الاسماعيلي، خلاص هو نادي الزمالك خلاص بعد عن البطوله، في قدامه بطولتين، السوبر الافريقي والكاس، فهو بيركز اكتر دلوقتي. انا لما اطلع في الفتره دي ثلاث اربع ناشئين كويسين، واللعيبه اللي هتقعد لي السنه الجايه او اللعيبه اللي هتمشي، يبقى انا نجاح ليا بالنسبه لي. فكره ان يكون في اثنين لعيبه كويره في وسط ملعب عبد الله السعيد وناصر ماهر، شايفها ازاي؟ مع يعني في صالح الفريق ولا ضد؟ طبعا. انت النهارده خلي بالك، انت عندك ناصر ماهر ده لعيب هايل جدا، مستقبل لمنتخب مصر، لعيب عنده فكره عالي جدا، لعيب حريف وعنده مجهوده كويس قوي. عندك عبد الله السعيد عنده خبرات كبيره، امتى يعني. عاوز اقول لك على حاجه، عبد الله السعيد لغايه دلوقتي ريتمه زي ما كان صغير، نفس الريتم ونفس الاداء ونفس شغله ما شاء الله. غير كده كمان مش بتاع مشاكل، هو مركز قوي وعامل شغل كويس جدا. غير كده كمان اللعيبه بتحبه، فبالتالي الزمالك نجح الشوط الثاني في ماتش الاسماعيلي. يعني ماتش الاسماعيلي، مع ان الاسماعيلي كان جايب كان هدف في كان الاول، كان هو المتقدم، وبعدين جه الزمالك خلص. واحنا كنا، خلي بالك، كنت في الشباب والرياضه، كنا بحلل المباراه، قلت لو الاسماعيلي ما كسبش الشوط الاولاني بفرق الشوط الثاني هيخسر. لان هينزل خمس لعيبه، الخمس لعيبه اللي هم التقال بتوع نادي الزمالك، وهيشيل اللعيبه اللي هو لعبها، فهيعمل ضغط على النادي الاسماعيلي اكتر، وهيبقى فيه اداء اكتر. هو استهلكه في الشوط الاولاني، الاسماعيلي استهلك في الشوط الاولاني مع بعض اللعيبه اللي هو بدا بيهم، اللعيبه الصغيره. فبالتالي ما لعب لعيبه خبرات ولعيبه كويسه جدا، وانت ما هدفتش في نادي الزمالك، هيكسب.